مساء الخير. النهاردة عاوزين نكمل الموضوع بتاع سوق العتبة والكتاب بتاع Paris Along the Nile. ف بعجالة كده أهمية الكتاب بتاع سوق العتبة. هو سوق وله أهمية معمارية وتاريخية وإنسانية وكله، لأن زي ما قلنا من أكتر من 100 سنة كانت الدنيا كلها كانت يعني ما فيش، وما زال حتى الآن. يعني أنا لما جيت هنا وتعاملت مع ناس من الجامعة ومن كده وفي الأشغال اللي اشتغلتها قبل كده، الناس اللي من بلاد تانية، في بلاد دي نقطة مهمة، في بلاد في أمريكا اللاتينية وآسيا، يعني مش عايز أقول يعني وبعد مناطق في أوروبا بس بالذات أمريكا اللاتينية وآسيا، بتعتبر في مرحلة قبلنا بكتير حتى دلوقتي. فنتخيل من 100 سنة، ودول عددهم مش قليل، يعني عدد البلاد اللي هي حالتها قبلنا بزمن في أمريكا اللاتينية وفي آسيا مش قليل. فلما نشوف من 100 سنة، كنا طبعا فكرة عبقرية يكون احنا عندنا سوق بهذا الشكل وبهذا الجمال وبهذه الطريقة وفي المنطقة دي وكده، وبعدين محاط بالعمارات اللي آخر جمال بالشكل دون. فطبعا دي معجزة، فلازم نقدر الحاجة في مكانها بحسب المكان والزمان والإنسان. نرجع ونتكلم على الثلاثي بتاع المكان والزمان والإنسان، ان انت لازم تفهم ان حتى واحنا بنبص على الحاجات، يعني ما تكون ماشي في شارع وتلاقي بيوت قديمة في مصر ما تستقلش بيها، بالعكس لازم تحترمها، لان ده بيت بقاله بتاع 200 سنة ولا 300 سنة ولا 400 سنة ولسه موجود، فلازم تقدر ده. مش تقول ما يتهد بقى ويتبني عمارة فخمة، لا ده انت بالعكس انت المفروض ترممه وتسيبه على حاله، بس تخلي بالك عليه وترممه وتخليه متين بحيث انه يستحمل ويبقى وتهتم بيه. مش ان انت تقول لا ده قديم احنا نبني برج مكانه. فنتخلص كمان من فكرة ان احنا عايزين نبقى زي البلاد اللي مش عارف الخليج او بلاد امريكا او مش عارف ايه، ان هم عندهم الحاجات على التراث الجديد والبتاع. احنا لينا تراثنا ولينا شكلنا ولينا طريقتنا كنا في الحياة في مصر. فمثلا حتى في الاكل، تعرفين ان الفلافل الطعمية في مصر اللي بتعتبر اكلة شعبية وكل بيستقل بيها، هنا في امريكا بتعتبر من الاكلات الصحية، يعني في محلات كتيرة بتاعت هيلث فود، مطاعم او حتى بتبيعهم في يعني مفرزين، بتبيع الفلافل والبتبقى الواحدة مش عارف قد ايه. الكباب مثلا بيعتبر من الاكلات الفخمة. احنا بمصر عايزين نقلد بقى ونقول الهامبورجر، انا عايز اكل همبورجر. فهنا ومن مكدونالد، همبورجر من مكدونالد،
هنا ماكدونالد الهامبرجر بتاعه بيعتبر درجة 10. يعني لو ناس مثلا عايزة تروح تسهر ولا تروح برا، هتروح محل عربي تاكل فلافل، مش هتروح ماكدونالد. وللأسف كمان ان الكتب او يعني حتى لا ينسب للبلاد العربية الفلافل، يعني معظم الوقت بتنسب لجماعة معينة، وفي بعض الأحيان تفتح كتب مثلا عن الأكل اليوناني والأكل الصحي اللي هو بيسموه الميديترينيان اللي هو أكل بتاع البحر المتوسط، هتلاقي الفلافل. تركي هتلاقي فيه فلافل، إلا يعني وحتى معظم أكلنا العربي بقى لا ينسب لينا، وإحنا بالذات المصريين بقى لا ينسب لينا خالص، لأن إحنا نفسنا تبرعنا من أكلنا. هتلاقي حتى معظم الحتت يعني تقول لهم ده ما اعرفش ان الفلافل دي اساسا يعني هي مصرية. فأهمية اشياء كتير عندنا احنا بنعتبرها بنستهون بها ان هي قديمة، وبنعتبر ان خلاص دي عاوزين نجري على الجديد، زي مثلا السوبر ماركت وعايزين مش عارفين. هنا في امريكا ابتدوا يرجعوا تاني للنظام بتاع زي نيويورك سيتي وكده، اللي هو يبقى فيه بقال صغير بتدخل بتشتري منه هنا بالباوند بالرطل، تاخد نص باوند جبنة ولا تاخد مش عارفين، بعكس المناطق التانية اللي هي اتعملت مثلا في السبعينات كله المساحات الضخمة ومش عارفين. دلوقتي ابتدوا يبقوا زي القاهرة، احنا بقى في القاهرة بقينا عايزين نعمل سوبر ماركت اللي هو حجم نص مدينة، عايزين نقلد اللي هو تخلصوا منه. يعني هما الامريكان تخلصوا منه ده، بقوا بيدوروا على حاجة افضل. يعني وفي مصر كنت تدخل محل البقال، انا بجيب سيرته لحد دلوقتي ريحة البقال من جوه، ريحة الزيتون والجبنة اللي هو كانت تفتح نفسك، انت بتدخل بتشم الريحة بتاعت البقال ده اللي هو عنده تلاجة جبنة كده فيه اصناف جبن وقالب الجبنة الرومي والبسطرمة اللي متعلقة وشوية زيتون وبتاع، هذه الريحة كانت تفتح نفسك. هنا بتدخل السوبر ماركت او حتى في مصر السوبر ماركت الجديدة بتدخل ما بتفتحش نفسك، بتحس لان كله متعلب وكله متكربس وكله. فلازم نقدر اللي عندنا عشان غيرنا يقدره. ما انت لو انت مش مقدر اللي عندك غيرك مش هيقدرك، انت بتتبرأ من اللي عندك. زي فكرة الفلافل انت بتتبرأ منها ومش عايز في كتبك ولا في كده ما بتذكرهاش، خلاص غيرك هينسبها لنفسه. دلوقتي بقى كل حاجة بتنسب لغيرنا، بس مش هقول لمين يعني، بس لان مش عايزين. المهم الكتاب بقى دوان Paris Along the Nile، ده ياريت في مصر يعني ياريته يترجم ويطبع ومصر تعمل بالطريقة دي كتب، تلم صور عمارات وصور بيادين وصور اللي هي اللي زي ما قلت القاهرة معظمها مليانة بيوت. يعني قلنا جاردن سيتي، معظم جاردن سيتي انا فاكر في كان ان انا كنت في الابراهيمية، فمديرية التعليم اللي هي في جاردن سيتي كانت معرفش مديرية الجنوب ولا مديرية ايه، كانوا واخدين فيلا، هي فيلا جميله بس طبعا مبهدلينها جوه التراب ومش عارف ايه، بس منظر الفيلا لما تدخل من البوابات وفي السلالم وجنب السلام في السور كده مش عارف فيه بتاعه وكده،
المنظر ده منظر جميل، بس كله بيتحول يعني تحول الى شركة مكاتب حكومية. طيب اوكي ماشي، بعدين بقى يعني اهدر، ما فيش اهتمام بيه، بعدين عاوزين يهدوه ويبنوا مش عارف ايه. طيب دي حاجات اثار، الاثار نعود ونقول ان الاثار مش بس اهرامات وابو الهول، المفروض هيئة الاثار تهتم بالفلل. يعني كان في فكرة الرأى البيضة بتاعت جميل راتب اللي كان مؤلفها سمنان عكاش، دي كانت من 88 كانت معمولة او 89، حوالي 30 سنة دلوقتي. بس لما تفكر فيها ان هي كانت بتتكلم عن مرحلة ظهرت اكتر بعدين، نسمع عن فيلل بتتهد في اسكندرية، وفيلل مثلا قصر السكاكيني. يعني هنا في صورة ضخمة عن قصر السكاكيني. لأنه بيعتبر من الآثار المهمة. قصر السكاكيني. اتبنى 1897. بعدين هنا بيقول لك ان بعد ما يعني هي الحلو في الكتاب ده انه بيجيب لك الصوره، بيجيب لك تاريخ او جزء يعني ملخص عن تاريخ المبنى. بيقول لك ان لما اتعملت ده فعلا احنا ما نشوف تاريخ، انا ما اللي يرجع، لا انا ما اتكلمت عن مظاهر الاحتفال بالاعياد المسيحيه والظاهر. بيقول لك هنا ان ال المنطقة دي بعد ما اتعمل السوق القصر دون بقت منطقة لكل الناس اللي جاية من سوريا ومن لبنان يعيشوا في مصر بعد دون. فبقت يعني هو فعلا منطقة السكاكين ومنطقة الظاهر، يعني حتى احنا ما نشوف فريد الأطرش مثلا عاد في السكاكين، نجيب الريحاني كان فترة من الوقت كان قاعد في السكاكين، برغم ان هو نجيب الريحاني ابوه مصري، انما هو اعتقد انه ابوه مصري انما برضو من اصول عراقية، لانه امه عراقية وابوه مصري، اعتقد انه لم يكن مصري يعني مصري من اصول عراقية. طبعا مش هنتكلم في المواضيع دي، كلهم عرب والمفروض احنا بنتكلم عن الوحدة العربية والكلام دون، فمش هي دي المشكلة. فكل الناس اللي جم من، وده كان الموطن الرئيسي بتاع الناس دي، فهو وكان في موطئين للي جايين من، ودي ريت يتعمل تاريخ عنها، في موطئين مهمين للي جم من سوريا ولبنان وقعدوا في مصر. منطقة لضرب الجنينة اللي جنب ضرب البرابرة برضو اتكلمت عنها هنا في الموضوع ده، والسكاكين اللي هي الظاهر. ولكن هو الظاهر مازال لحد دلوقتي العائلات اللي هي ليها اصول سورية، طبعا دلوقتي ما بتتعرفش، لان كانوا زمان مثلا لحد من 30-40 سنة كان في لسه بيكلموا بلهجة
سوري بيتكلموا بلهجة لبناني. دلوقتي خلاص كلهم يعني الجيل الجيلي انا ولا حتى الجيل اللي قبلها بشوية كله خلاص بقى بيتكلم مصري يعني لهجة مصرية زيه زي اي حد. بس معظمهم الاكثرية ما بقاش فيه في ضرب الجنينة، كله معظمه في يعني اللي تبقى في الدار او في مصر الجديدة، بقى في ناس كتيرة انتقلت لمصر الجديدة. ف دي الصورة التانية بتاعت قصر السكاكيني. ف نشوف دي صورة من الصور المقربة يعني هنا مكتوب الظاهر سكاكيني بالاس. باينة اشوف السلالم ده بيت من البيوت اللي في جاردن سيتي او جاردن سيتي تولومبات ستريت. ميدان قصر الدبارة، برضو قصر الدبارة في المدرسة اللي هي على جاردن سيتي، كانت مدرسة انا فاكر دي اللي امتحنا فيها الثانوية، هي مدرسة ابتدائي قصر الدبارة. دي كانت قصر بتاع اعتقد انه كان قصر الهلباوي باشا اللي هو اللي كان المحامي بتاع دون شوي. اللي هو المحامي بتاع دون شوي اعتقد انه كان اسمه الهلباوي باشا، اللي هو كان محامي اللي اترفع ضد المصريين في حادثة دون شوي، وبعدين اترفع على قاتل، اترفع ليه قاتل يعني لصالح قاتل بطرس غالي عشان يكفر عن احساسه بالذنب، انه لأنه هو دخل في حالة انه اتلعب بيه، يعني هما كانوا معشمينه ان انت لو اترفعت مش عارف نخليك قاضي وتبقى مش عارف تبقى ايه وتبقى ايه، وان هما يعني هيدوله مناصب. ف يعني هنكمل تاني في الحاجات دي، بس اللي يتفرج على هذا الكتاب يعني هو منه كتالوج ومنه تاريخ ومنه كتب، يعني في صور فنية وفي صور جمالية وفي يعني ده عايز له أكتر من مجال. فباختصار نخلص الموضوع ان هذا الكتاب هنتكلم فيه كتير لانه مهم، وهذه الاماكن مهمة، وسوق العتبة مهم، والقديم مهم، لان احنا لازم نقدر، لازم نتعلم ان نقدر قديمنا عشان نفهم حاضرنا ونقدر نستعد لمستقبلنا. ما ندخمش في القديم زيادة عن اللزوم، لا، بس نقدره. في فرق ما بين ان انت تقدر وما بين ان انت تضخم وتعظم بقى من نفسك ومش عارف، لا، تقدر. فياريت نقدر قديمنا وتصبحوا على خير.